السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام لمتابعين صفحة وقناة حياتنا بكل بساطة مع إيمان. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. معاكم إيمان سعيد. النهاردة هنعمل مع بعضينا الكنافة بالقشطة. هنعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة. قبل ما نبدأ في أي حاجة نصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ونسمي الله ونشوف المقادير. أنا معايا هنا ده نص كيلو كنافة، أنا جايباه من الفريزر علشان يبقى سهل في فرقه. أنا عايزاه يتفرق كويس جدا ويبقى معايا زي حبات السكر او حبات الرمل كده، تمام؟ فهو متلج كده بيبقى سهل جدا. لكن قبل ما احضر الكنافه هحط او هحضر حاجات تانية معايا قبل الكنافه لازم تكون جاهزه زي الشربات. انا معايا هنا شربات، انا بحب شربات خفيف للكنافه بالقشطه علشان ما تعضمش معايا او تنشف معايا وتحس ان هي من جوه سايله، تمام؟ تلاقي الطبقه اللي فوق ناشفه واللي تحت ناشفه ومن جوه مسيله معاكي، ده بيبقى بسبب الشربات. فخلي الشربات اللي هو العادي اللي هو سكر قد الميه. انا هنا معايا بالكوبايه دي كوبايتين من السكر، هضيف عليهم كوبايتين ميه سخنين، تمام؟ الميه السخنه دي ما بتخليش الشربات يسكر يا جماعه، مش بتخليه يسكر وبتساعد ان السكر يدوب معاكي بسرعه وبتضمني ان ده كله قبل ما بترفعيه على النار. ادي اول كوبايه، هضيف الكوبايه الثانيه وهدوب السكر، لازم السكر اضمن انه دب خالص. هدوب السكر وبعد ما ادوبه هرفعه على النار ياخد معايا اول غلوة. بعد اول غلوة بضيف عصير نص ليمونة وبسيبه يغلي لمدة 6 دقايق وبطفي عليه النار وبديله رشة فانيليا او رشة من روح الورد اللي هي نقطة واحدة كده مثلا من روح الورد، تمام كده؟ هرفعه على النار واكمل الخطوات زي ما قلتها ونشوف تاني حاجة. نبدأ بقى نحضر في تاني حاجة وهي الكريمة او القشطة او المهلبية. معايا هنا دي معلقة كبيرة من السكر، حط عليها معلقتين ونص كبار نشا ورشة فانيليا حوالي نص معلقة صغيرة. تقدري هنا النشا ده تقدري تستخدمي نص المقدار نشا ونص المقدار دقيق، لكن انا بفضل النشا بصراحة احسن. وبنزل عليها بنص كيلو من اللبن الحليب، بسم الله. طبعا اللبن بارد يا جماعة مش سخن. وهبدأ ادوب المكونات دي في الاول على البارد وبعدين برفعه على النار لحد ما يقعد معايا ويبقى قوامه كريمي زي ما انا حابه. اكمل الخطوات دي على النار، تمام؟ هدوب الاول على البارد وهرفعه على النار لحد ما القوام يتقل ويبقى شكل المهلبية كده شوية. انا خلاص خلصت الكريمة معايا او طبقة المهلبية اللي هنديها للكنافة وكمان الشربات، ودلوقتي بدأت في الكنافة. فرولتها زي ما قلت لكم اهي بالشكل ده، شايفين ناعمة وحلوة بالشكل الجميل ده. هضيف عليها معلقة سكر، معلقة واحدة سكر عادي خالص. معلقة السكر دي بتخلي يعني زي ما احنا ما بنقولها كده بالبلدي عرقها حلو، يعني بيخلي طعمها حلو كده من جوه. حابة تضيفي سكر بودرة بتضيفي. هقلبها بقى كويس كده بالسكر الاول، بعدين هنزل عليها بالسمنه. انا مدوبه 3 ارباع كوبايه سمنه على زبده، تمام؟ اهي سمنه على زبده، بسم الله. هضيف كده شويه وهسيب شويه للوش اضيفه عليها. هبدا بقى، انا هستخدم ايديا بصراحه، هبدا اوزع السمنه دي في الكنافه كلها. مش هتنفع بمعلقه، لازم تعملي زي ما انا ما بعمل كده، بتفروليها او بتهروليها كده على بعض، تمام؟ اما بتعملي الخطوه دي بتلاقيها كلها شربت من السمنه، لازم كلها تشرب منها كده وتتغلف بشويه السمنه اللي انا حطيتهم. انا ضفت حوالي نص كوبايه، دي زي ما قلت سمنه على زبده. باقي الربع كوبايه هنضيفه على الوش بتاعها، شايفين شكلها عامل ازاي؟ الناس بقى اللي بتتكلم على السمنه والدهون والحاجات دي، اي ماده دهنيه انت ترتاحي فيها ممكن تضيفيها، يعني ممكن تضيفي زبده بس، سمنه فلاحي، زبده فلاحي، زيت نباتي، تقدري تعمليها بالطريقه او بالماده الدهنيه اللي انت حباها. النص كيلو كنافه بيطلع مظبوط قوي في صينيه مقاس 30، فانا معايا هنا صينيه مقاس 30 دهناها ماده دهنيه، وهضيف حوالي نص الكنافة او ازيد من النص شوية، وببدأ اوزعها في الصينية واعمل ليها زي حروف كده زي التارت كده،
تمام. بصوا عشان الكنافة مفرومة كويس فبتثبت معايا كويس وبسرعة اهي كده تمام. بداري اي فراغات وبعمل زي حرف اللي احنا شايفينه ده، علشان ده اللي هيكون العازل بين الصينية وبين طبقة الكريمة او القشطة او المهلبية اللي انت هتضيفيها كده. هكملها، انا عملتها بالشكل ده، هي كده بقت جاهزة معايا. هضيف بقى عليها على طول الكريمة، هنزل بقى بطبقة الكريمة. لو حابة تضيفي على الكريمة دي او المهلبية دي معلقة زبدة بتضيفي، بس انا مش حابة بصراحة، انا مستكفية قوي بالدهون اللي في الكنافة، يعني هي كافية جدا بس الكنافة ما بتظبطش غير بيها بصراحة. تمام، هبدأ بقى اوزع كده بالراحة علشان خاطر طبعا الكنافة ما تطلعش معاكي وانتي بتوزعي كده كده. كملها، وزعتها معايا وبقت بالشكل ده. هجيب بقى باقي الكنافه وهبدا ارشه كده. تمام، يعني بصوا كده، يعني حاجه بسيطه ترشيه كده كانك بتوزعيها وبتغطي بيها الكريمه او المهلبيه كده. هوزع كده واحاول اغطي. انا اسفه بس الفلاش طفى. هبدا اوزع كده، بصوا بالراحه ما تضغطيش، وتوزعي تغطي اي حاجه باينه كده. بصوا انا بحاول اغطي اي مهلبيه باينه كده اهو بالشكل ده. ببدا بقى اخد الحرف الاول، اضغط الحرف هنا جامد علشان خاطر ما تخرجش معايا المهلبية اهو. تحاولي تضغطي اول حاجة الحروف كده، هي سهلة خالص اهي. تمام، وببدأ اخد كده لجوه، اضغط بس بخفة كده كده. بصوا لحد ما بتتساوى معانا، بتتساوى ازاي؟ واحدة واحدة كده لجوه. طالما انت موزعه ومغطيه كله صح يبقى هتطلع معاكي مظبوطه كده. هو الشغل كله لازم بايديكي، ما ينفعش تدخل اي ادوات تانية خالص. برضو باكد على الحروف وبمسح اي كنافه في الحروف كده اللي هي في الاجناب دي، علشان ما تعملش معاكي ريحه او ريحه شياط بتتحمص معانا في الفرن. تمام، ده كده بقى شكلها بعد ما خلاص سويناها وعملناها من جوه لبره بالشكل ده. اخر حاجه بقى اللي هي ربع الكوبايه، انا حطيت نص كوبايه، هضيف بقى الربع اللي متبقي كده اهو على الوش، يعني توزع انت بقى بمعرفتك. تمام، اللي تحت ده لبن من الزبده علشان انا مدوبه زبده مع السمن، فهضيف كله. يعني هدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180 لحد ما بتاخد لون ذهبي معايا من على الجناب. اول ما الاقي اللون بتاعها غير من على الجناب وباخدت لون ذهبي، بشغل عليها الشواية وبطفي الفرن. بعرف ان هي يعني كده خلاص اللون بتاعها بقى كويس من تحت، بشغل عليها الشواية لمدة لحظات تاخد معايا لون ذهبي من فوق، وبعدين لو انت حابة تقلبيها بتقلبيها. انا بحب اقلبها بعد ما بتخلص خالص، لان الجزء اللي بيبقى تحت ده بيبقى متساوي اكتر من اللي فوق، فبقلبها وبتتقطع معايا سهل جدا. مش حابه تقلبيها تقدري تقدميها زي ما هي كده. هدخلها الفرن ونشوفها بعد الفرن ان شاء الله هنقدمها ازاي. ده شكلها بعد ما طلعت معايا من الفرن، شايفين اخدت معايا بالظبط، اسفه اخدت معايا بالظبط تلت ساعه. شايفين اخدت لون، اديتها لون بالشوايه من تحت، وبعدين قلبتها وهي سخنه، علشان لازم تشرب الشربات وهي سخنه يا جماعه. فقلبيها، انا بفضل ان القاعدة هي اللي تبقى فوق، لان فوق بيبقى فيه زي شوية مثلا ايه، ان هي ممكن الشواية تكون خلت مثلا وحدات الكنافة زي ما بنقول تنشف شوية او بتنعكش معاك شوية، ما بتبقاش ثابتة زي دي. تمام، فبفضل ان انا اقلبها وهنزل عليها بالشربات وهي سخنة، هي سخنة والشربات بارد، او العكس، انا عشان عندي الشربات بارد فهخلي الكنافة هي اللي تبقى سخنة. تمام، حاجة تبقى سخنة وحاجة تبقى باردة، ما ينفعش الاتنين سخنين الكنافة هتتعجن معانا. هبدأ اسقيها بقى.
بسم الله. طبعا من علامات نجاحها، نجاحها مش عارفه في ايه، معلش، من علامات نجاحها ان هي هتشرب الشربات. تمام، تعرفي كده ان هي نجحت معاكي. اسقيها بقى وما اقطعهاش الا وهي بارده، لو قطعتيها وهي سخنه كده هتلاقي لا حول ولا قوه الا بالله، هتلاقي القشطه او المهلبيه مش متماسكه. اكملها واسيبها تبرد واقطعها واشوفها معاكم. هبدا بقى اقطعها معاكم. على فكره هي دافيه، يعني اللي عندي ما صبروش لما تبرد، فهقطعها. بسم الله، طبعا هي طريه. بسم الله كده، نشوفها بقى مع بعض، نلم بس اللي وقع مننا. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بقى نشيلها كده ونشوف شكلها معانا. اسفه على محمد بقى قاعد بقى يعني بيلعب ودوشنا معاه. ده الشكل النهائي اهو يا جماعه، شايفين شكلها حلو جدا اهي. انا قربت الكاميرا اهو علشان نشوفها، شايفين قد ايه حلوه، جميله جدا. واهي من هنا كمان حلوة جدا. دي كانت طريقة سهلة جدا للكنافة بالقشطة بالكريمة بالمهلبية، زي ما تحب تسميها براحتك. تمام، ده كان شكلها النهائي معانا، يا رب يكون عجبكم. هستنى بقى منكم لايك حلو وتشيروها مع اصحابكم وتشتركوا في القناة لو لسه جداد معايا. اشوفكم بقى على خير ان شاء الله الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.